سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما اليوم في بانوراما اليوم يعني مجموعة من التطورات المتزامنة واحد يخطف الأضواء وهو ما يجري في شمال سوريا وجنوب تركيا حيث انفجرت العلاقة بين الجيش التركي والشعب التركي من جهة وبين الميليشيات التي تلوذ بالرعاية التركية منذ أكثر من عشر سنوات والمواطنون السوريون الذين يدفعون ثمن الأوهام التي زرعتها هذه الميليشيات بأن تركيا ملاذ آمن أمام عنصرية متفلتة من كل الضوابط يظهرها بعض الأتراك أو غالبية تركية في مناطق جنوب تركيا حيث حرق المنازل وملاحقة النازحين واللاجئين السوريين بطردهم والحاق الاذى بهم طبعا هذا الانفجار هو ثمره يعني الخداع المتبادل الاستثمار التركي على الازمه السوريه واستثمار الميليشيات الارهابيه بدماء السوريين المحور الثاني هو يعني ظهور علامات التعب على الجيش الاسرائيلي وكيف بدات تنعكس على القياده السياسيه بمزاعم الحديث عن مرحله جديده في الحرب هي ليست الا هروب من المواجهه تحت عنوان المرحله الثالثه بالخروج من المدن والخروج من العمليات الكبرى تحت شعار عمليات مستهدفه ولا تخفي القياده السياسيه بلسان نتنياهو انها تفعل ذلك املا بان يؤدي الى تخفيض التصعيد شمالا والى تخفيض الخسائر التي تلحق بالجيش جنوبا اي في غزه على مستوى محور المقاومه وجبهات الاسناد تصدر اليمن عمليات الامس باربعه عمليات نوعيه استهدفت سفن تجاريه وحربيه في البحرين الاحمر والهندي الجانب المتعلق بنقاط على الحروف في الحقيقه هناك تصريح لوزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن ماخوذ من مداخله مطوله ادلى بها امام معهد بروكينز معروف هذا المعهد يعني انه مؤسسه بحث وانه يضم حتى خليط ليس كله من المؤيدين لاسرائيل يعني فيه تلون سياسي متعدد حديث بلينكن امام هذا المعهد يستحق النقاش لما امتلا به من اكاذيب في الحقيقه ومن استخفاف بالعقول ومن يعني كلام مثل ما بنقول بالدارج فوق الاساطيح يعني فالنقاط على الحروف يناقش كلام بلينكن ثم في التعليق السياسي نقاش للحمله التي نظمت ضد تصريح حسام زكي امين عام مساعد في الجامعه العربيه حول حزب الله وتوضيح حسام زكي الذي اكد الموقف لانه عندما يقول نحن لا نزال نحتفظ بخلافات مع حزب الله من قال أصلا أنه في تطابق بين الجامعة العربية وحزب الله حزب الله يرفض هذا التطابق لكن السؤال هل أن هذا الخلاف تحت سقف تصنيف حزب الله إرهاب في الجامعة العربية أم تحت سقف أن هذا التصنيف ألغي وبالتالي هناك خلاف لكنه يدار بالحوار هذا النقاش فاللي رجعوا طبلوا وزمروا لأنه حسنا تراجعت الجامعة العربية عم بفتشوا عناصر وهمي الجامعه العربيه خلص حسمت امرها، لكن انتم الموضوع في النقاش وليس الجامعه العربيه. ثم نذهب الى الخفايا والكواليس. نبدا مع المونشات. خيار اردوغان نحو سوريا يفجر علاقته بالميليشيات وحرق اعلام وبيوت. نتنياهو يعلن الاستعداد لمرحله انسحاب في غزه املا بتخفيض التصعيد شمالا. اليمن يعلن عمليات نوعيه باستهداف سفن تجاريه وحربيه في الاحمر والهندي. كتب المحرر السياسي: انفجر الوضع في شمال سوريا وجنوب تركيا بين الجيش التركي والميليشيات التي تعمل وعملت بدعم ورعايه من تركيا، والتي طالما تسببت حمايتها ورعايتها بالازمات لتركيا مع كل من روسيا وايران، وكانت السبب في تعقيد العلاقه مع سوريا عبر مواصله الرفض التركي لشرط الالتزام بالانسحاب من سوريا الذي رغم كل الادعاءات التركيه لا يوفر لتركيا امنا بل يوفر للميليشيات الارهابيه الملاذ والحمايه والرعايه وعندما دقت ساعه القرار بالانعطاف التركي نحو المصالح العليا التي تمليها على انقره متغيرات دوليه واقليميه في ضوء تبدلات اوروبيه حملت اليمين الى موقع القرار وما يعنيه ذلك من عداء عنصري نحو المهاجرين والمسلمين منهم خصوصا، وما سيلحق الاتراك منهم بصوره خاصه، ومثلها التحولات التي تشهدها حرب اوكرانيا لصالح روسيا وصعوبه مضي تركيا بالموقف الرمادي، ومثلها تقدم محور المقاومه في حروب المنطقه وصعوبه بقاء تركيا في الموقع الرمادي ايضا، تكتشف تركيا انها عندما تتخذ قرارا يلبي مصالحها العليا فان هؤلاء الذين رعتهم وساعدتهم ليسوا الا الغاما موقوته جاهزه للانفجار. وبالمقابل لم يكن الحال في تركيا افضل فقد انفجرت العنصريه التركيه بوجه اللاجئين السوريين الذين قالت لهم تركيا انها ملاذ امن لهم المهم ان يتركوا بلدهم سوريا بينما خرج الاتراك يحرقون بيوت العمال السوريين ويقومون بتهجيرهم قسرا عبر الحدود في الكثير من مناطق الجنوب التركي فيما كان شمال سوريا يشهد قيام مناصري الميليشيات الارهابيه التي طالما لاذت بالرعايه التركيه وهم يحرقون الاعلام التركيه ويهاجمون نقاط تمركز الجيش التركي. بالمناسبه عام 2011 عندما بادر بعض الناشطين الشباب السوريون الى احراق العمل التركي، خرق العلم التركي، خرج الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد يدعو الى عدم القيام بهذه الخطوه الخاطئه، وخاطب هؤلاء الشباب قائلا: ان العلم التركي موضع احترام وتقدير عند شعبه، ولذلك تركيا قدر التاريخ والجغرافيا، ولا يجوز ان نقيم علاقه عداء مع شعبها، تمضي الحكومات وتتغير لكن تبقى الجيره السوريه التركيه. بينما هؤلاء الذين حمتهم تركيا نتحدث عن الشباب الذين انتفضوا بسبب التدخل التركي والعدوان التركي وقال لهم الرئيس الأسد أن هذا لا يجوز الآن قادت هذه الميليشيات لم يخرج واحد منهم ليردع جماعته عن حرق العلم التركي ويقول إننا لا ننسى ما قدمته لنا تركيا بل على العكس كانوا يصفقون ويكبرون ويهتفون ويعتبرون ذلك إنجازاً يعني على كل حال صحتين للطرفين هذه هي آه يعني هذا هو الزواج السفاح الذي قام بين الطرفين طوال اكثر من عشر سنوات وعبث بدماء السوريين وبمستقبل سوريا وبامن سوريا آن له الاوان ان ينتهي على جبهه الحرب في غزه وجنوب لبنان مزيد من الخسائر في جيش الاحتلال وفقدان لزمام المبادره في جبهات القتال مساء امس اعلنت حكومه بنيامين نتنياهو انها اعطت التعليمات للجيش للبدء بتنفيذ ما يسمى بالمرحله الثالثه في غزه، وهي في الحقيقه كذبه كبيره، ما في شيء اسمه مرحله ثالثه، في شيء اسمه ان الجيش يتلقى الضربات ويتكبد خسائر هائله، ولم يعد لديه خطوه عسكريه يستطيع التحدث عنها بعدما تع... يعني علق الكثير من الاحلام والاوهام والاكاذيب على عنوان اسمه عمليه رفح. لذلك كان لابد من اختراع كذبه جديده فتحدث مسؤولون حكوميون وعسكريون في كيان الاحتلال ان هذه المرحله الثالثه تعني نهايه العمل العسكري الكبير وبالتالي الانسحاب من التجمعات السكانيه والمدن والبلدات الكبرى والمخيمات الكبرى والاكتفاء بالتمركز في بعض النقاط التي ليس هناك فيها احتكاك مع المناطق السكنيه املا بان يؤدي هذا الى تخفيف العمليات. لكن المقاومة سوف تلاحقهم إلى شرق القطاع على خط التماس مع الغلاف وإلى معبر نستريم وإلى معبر رفح وإلى الأطر... حيث يوجدون سوف يلاحقون هم يراهنون أن هذا سيخفف وبناء عليه لا يخفون أنهم يأملون بأن يؤدي تخفيض التصعيد في غزة إلى تخفيض التصعيد في جبهة لبنان بينما المقاومة في لبنان واضحة أيضا وقف إطلاق النار في جبهة لبنان ممكن فورا، لكن شرط الوصول الى اتفاق مع المقاومه في غزه ينهي الحرب ويحقق المطالب. على كل حال مزيد من المناورات سيستهلك المزيد من الوقت، لكن في النهايه ستنكشف كل الامور تحت عنوان ثابت نهائي لا رجعه عنه. تريدون التخلص من اعباء جبهه لبنان؟ اذهبوا الى الاتفاق مع المقاومه في غزه. على المستوى العسكري طبعا كانت العمليات مستمره في غزه وفي شمال فلسطين المحتله لكن كان الحدث يمنيا فقد اعلنت القوات اليمنيه التنفيذ الناجح لمجموعه عمليات نوعيه ابرزها استهداف سفينه ام اس سي الاسرائيليه في البحر العربي بصواريخ مجنحه وقالت ان الاصابه كانت دقيقه ومباشره كما نفذت بعدد من الصواريخ الباليستيه والمجنحه عمليه استهداف لسفينه نفطيه امريكيه ديلونيكس في البحر الاحمر وهذا يحدث للمره الثانيه خلال هذا الاسبوع ثم هاجمت سفينه الانزال البريطانيه يعني سفينه عسكريه انفيل بوينت في المحيط الهندي وكانت الاصابه دقيقه ومباشره اما العمليه الرابعه فاستهدفت سفينه لاكلي سيلر في البحر الابيض المتوسط بسبب انتهاك الشركه المالكه لهذه السفينه قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتله، وكانت الإصابه دقيقه ومباشره. هذه مونشيت اليوم نذهب إلى نقاط على الحروف. العنوان عندما يكون صانع الدبلوماسيه كذابا. أنتوني بلينكن وزير الخارجيه الأمريكي يتحدث أمام معهد بروكنز، ما يعني أن الكلام محسوب بميزان الذهب. وأن عمق التحليل يبهر العقول لأن المتحدث هو وزير خارجية الدولة الأعظم في العالم التي تمسك دفة الحرب والسياسة على عدة جبهات معقدة وحساسة ولأن المستمعين هم أبرز العقول الأمريكية المهتمة بالشؤون السياسية والاستراتيجية لكن بلينكين يقول لهؤلاء إن المفاوضات حول غزة بملء الفراغات حول مبادرة رئيسه جو بايدن تتواصل يعني لازم نقول معناته في تفاؤل انه في شيء طبخة على النار ويشرح الموقف يقول لا يمكن ترك غزة بلا حكم ونحن نعمل مع حلفائنا العرب خلال الشهر الماضي لوضع خطة لمستقبل غزة آه فإذا هذا هو ملء الفراغات هو بالتعاون مع من يسميهم حلفائه العرب لانه يضيف الفراغ في غزه يعني اما استمرار الاحتلال الاسرائيلي وهذا هو بيقول غير مقبول واما استمرار سيطره حماس وبيقول هذا ايضا غير مقبول واما الفوضى وبيقول هذا غير مقبول وبالتالي هذا خلصنا بغزه ثم بينقل بيحكي عن فرضيه حرب بين اسرائيل وحزب الله فيقول اسرائيل وحزب الله ولبنان وايران لا يريدون الحرب ليش؟ بيشرح بيقول طهران لا تريد حربا لانها لا تريد رؤيه حزب الله مدمرا وتفقد بذلك ورقه اخرى في المنطقه بالمقابل على اساس في اوراق اخرى فقدتها يعني مثلا دمرت حماس ودمرت انصار الله ما فهمنا شو قصده على كل حال ولكن بالمقابل يقول اسرائيل لا تريد الحرب في لبنان لكنها مستعده لها يعني مش خوفا من عائداتها هي لا تريدها أصلا لكن هي إذا فرضت عليها فهي مستعدة ثم ينتقل إلى حرب أوكرانيا حيث اعتبر بلينكين أننا أمام نجاح هائل يعني غريب عجيب فيش غيره بالعالم يتحدث عن نجاح في مواجهة روسيا بالأخذ بالنظر ما لم يستطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذه بأوكرانيا وهناك هذا كلامه نحو ثلاثين دولة تعمل على اتفاقات أمنية طويلة الأمد مع أوكرانيا لجعلها رادعة لبوتين يعني بتسمعوا بتقول خلص الجيش الروسي اندحر وصار وراء موسكو إذا كانت هذه هي قناعة بلينكين فتلك مصيبة وإن كان يكذب وهذا هو الأرجح فالمصيبة أعظم طيب لنبدأ بمفاوضات غزة ما يتحدث عنه بلينكين عن حلفائه العرب ليس سراً هو محاولة قدمتها واشنطن لإرضاء حركة حماس بقبول مطلب إنهاء الحرب يعني راحوا هن إلى العرب قالوا لهم أنه خصوصا لمصر والسعودية أنه نحن منجيب موافقة إسرائيلية على إنهاء الحرب مقابل جيبوا موافقة حماس على إنهاء سيطرتها في غزة لصالح قوات عربية وهذا يمكن أن يرضي حكومة نتنياهو طيب هذا الحكي كان قبل شهر نوايا في كان يحكي امام بروكنز يقول نحن رايحين على المنطقه لنشوف حلفائنا العرب ونحمل هذا العرض طبعا هو لم يتحدث عن هذا العرض كي لا يتلفظ بنص وقف الحرب لانه هذا هو العرض هو يعني حكى كلام غمغم انه حلفائنا العرب لنملا الفراغات شو كيف انه غزه لا تكون احتلال ولا تكون حماس تكون دول عربيه هلا هذا هو يعني كما وصلنا من المقاومه التي عرض عليها عربيا همس بها يعني استئناس انه عم ينقلنا هيك شو رايكم هذا خلال شهر انتهى يعني يخبرون النتيجه للشباب مش يضحك عليهم باحلام واوهام بيكتشفوا بعد جمعه انه كذبه وانه خلصت يعني هذا هذا وزير ما بيحترم حاله فهو يعلم الجواب ان مصر والسعوديه اجابوا على هذا العرض قالوا نحن لا نقبل باي دور في غزه الا بشرطين. الاول ان ياتي هذا الدور بطلب فلسطيني بموافقه الاطراف المعنيه وخصوصا السلطه وحماس. يعني بدك تروح تجيب لنا طلب من محمود عباس ومن قياده حماس انه هم متفقين على صيغه ما لاداره غزه تحتاج الى مسانده بقوات او بمراقبين او بضباط او بصيغه امنيه ما عربيا. والثاني أن يكون هذا الطلب في سياق التزام عملي أمريكي إسرائيلي نحو قيام دولة فلسطينية طيب وهو لا يملك الأولى لأنه السلطة وحماس بعد ما اتفقوا والسلطة وحماس لا يتفقوا السلطة ناطرة إسرائيل ربحانة لتروح تسلم غزة من إسرائيل وحماس ربحانة لتتفاهم مع حماس وساعتها يعني السلطة بتعرف أنه ثمن هذا التفاهم هو برنامج وطني له علاقه برد الاعتبار لخيار المقاومه، فكلها يعني تلفيقه بلينكن كالزيطه ما إلى اساس. اما الدوله الفلسطينيه فيعني بس تسمعوا فيها لبنيامين نتنياهو بيقول لك بطلت ما بدي قوات عربيه اذا هذا احد شروط الالتزام بمجيء قوات عربيه. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني ان بلينكن يكذب عندما يخبر الباحثين والمحللين كلاما فات زمانه وسقط من التداول. فقط من باب التباهي للإدعاء والزعم بأن الإدارة تشتغل والإدارة مهتمة والإدارة تتقدم والإدارة تحقق إنجاز ولديها شيء مطروح على الطاولة وفي أكمام قميصها مزيد من طيور الحمام يستطيع أن يخرجه متى شاء على طريقة السحرة هذا وزير خارجية؟ طيب إذا أخذنا كلام بلينكين عن فرضية الحرب بين المقاومة وكيان الاحتلال على جبهة لبنان هو يعطي الخلاصة يقول أنه يستبعد الحرب بس ليش كله كذب هو يربط هذا الاستبعاد بمعادلة أولى تقول أن إيران تخشى تدمير حزب الله وهو يعني إضافة أن تدميرا إضافيا لإحد أوراقها هل دمرت حماس يا سيد بلينكين بعد تسع شهور حرب هل أنتم دمرتم أنصار الله بعد ست سبع شهور من القتال في البحر الأحمر هل دمرتم الحشد الشعبي؟ يعني شو ورقة أخرى تفقدها؟ بس اشرح لنا إياها هاي. لنناقش بعدها إنه عن جد إيران قلقة من تدمير حزب الله أم أمريكا قلقة من تدمير إسرائيل؟ يعني حزب الله اللي قال نحن لا نريد الحرب لكننا مستعدون لها. كيف شلت هاي الجملة وحطيتها بتم إسرائيل؟ صارت كلام إسرائيلي. إنه هالقد الزعبرة شغالة يعني حزب الله لا يريد الحرب، قالها منذ اليوم الاول، لكنه قال منذ اليوم الاول وهو يعيد، لكننا مستعدون لها، مين اللي قال نحن ذاهبون الى حرب في لبنان؟ اسرائيل. بطلت اسرائيل بدها حرب، انت عم تقول لا تريد، طيب هي تقول تريد. وهي تراجعت لانها لا تستطيع، هلا صارت هي تريد وهي مستعده لها، طيب. خلينا نمشي معك. اولا توضيحا وتصحيحا أنتم لم تقطعوا على أي من تسمونهم أوراق إيران في المنطقة حلفاء إيران في محور المقاومة يزدادون قوة حماس أقوى اليوم من يوم الطوفان لأنها تفرض يدها العليا في غزة وتثبت فشل الجيش الإسرائيلي بعد تسعة شهور حرب أنصار الله لم يكن في حساب أحد أن يكون القوة السيدة في البحر الأحمر وفي البحر العربي وفي المحيط الهندي وفي البحر المتوسط وأنتم لا تستطيعون أن تفعلوا شيئاً أما حزب الله تعال نشوف يا عزيزي بلينكن إيران خايفين عليه والله أنتم خايفين على إسرائيل هلا أنت المفروض أنه عم تحكي مع ناس المفروض بيقروا صحف وبيتابعوا إعلام نحن ما ما عرفنا شو سألوك يعني إذا حدا منهم طلع قال لك لا تخنت يعني عم تطير علينا فيولي في مش حمام ليه؟ لأن الصحف الأمريكية مليئة بإعلانات إسرائيلية عن الرغبة بحرب وبنصائح أمريكية بتقول بلالكم من هالحرب والله لا يعني هذا نحن عم نخترعه والله هذه هي الحقيقة وبالمقابل هذه الصحف الامريكية مليئة بكلام يقوله حزب الله مضمونه نحن لا نريد الحرب لكننا مستعدون لها طيب هلا الخشية من التدمير تعال نشوف وين وردت وردت عند ايران عن حزب الله ام عند امريكا عن اسرائيل نحن سمعنا رئيسك جو بايدن عم بيقول اثناء الرد الايراني لولا تدخل القوات الامريكيه لكانت دمرت اسرائيل. صح الحكي؟ طيب. وسمعنا رئيس اركان قوات الجيوش الامريكيه الجنرال تشارلز ابرامز عم بيعقب على كلام بايدن انه التدخل الامريكي حمى اسرائيل من التدمير ليقول ما فينا نعيد الامر ذاته بالمواجهه مع حزب الله. يعني المواجهة مع حزب الله ستجلب تدمير اسرائيل، مش هذا مضمون كلامه؟ وهو عم بيقول وعم يشرح ليش ما فينا نقدم ذات المساعدة، فإذا أبرمز يقول بناء على كلام الرئيس بايدن بانه التدخل الامريكي منع تدمير اسرائيل، عم بيقول اذا المواجهة مع حزب الله مش مع ايران نحن ما فينا نقدم ذات المساعدة يعني ما فينا نمنع تدمير اسرائيل. مين بيكون خيفان على تدمير حليفه؟ إيران خيفانة على تدمير حزب الله والله أمريكا خيفانة على تدمير إسرائيل طيب نذهب إلى كلام بلينكين عن أوكرانيا هون الفيل الكبير النجاح الهائل والخطوات الرادعة عن جد يا بلينكين طيب شو هو اللي انت عم تقولون اياه لأساتذة معهد بروكينجز والباحثين والمحللين اللي بيجوا بيشاركوا بورش العمل آآ آآ التي يتحدث فيها عادة وزير الخارجية ما بدك تخبرهم انه الوضع يزداد سوءا على الجبهات الاوكرانيه طيب مش متوقع انهم قالوا مثلا كلام امين عام الناتو يانيس ستولتنبرغ اللي من ثلاث ايام تقريبا بيقول ان الحلف لا يملك حلولا سحريه لمشاكل الحرب في اوكرانيا متوقعا ان تستمر وتطول مبديا الخشيه من انهيار اوكرانيا طيب عم تقول اجراءات رادعه واتفاقيات امنيه هم شو هي طيب الإجراءات الرادعة التي يتباهى بها بلينكين ترتكز إلى شيء واحد هو مبادرة قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرسال قوات أوروبية بقيادة فرنسية وتوقيع اتفاقيات أوروبية برعاية وإشراف فرنسيين هل مبادرة محور فرنسا طيب خبرنا أنه بفرنسا صارت انتخابات وهالانتخابات خسر فيها ماكرون وطلعت زعيمة اليمين الذي فاز بالانتخابات لتقول دفتر الشكات موجود بالمجلس النيابي بالبرلمان ونحن وسائر الذين فازوا بمن فيهم اليسار معنا أغلبية بكل الأحوال ولن نسمح بتمويل أي عمل تسليحي أو إرسال قوات إلى أوكرانيا يعني هذه هاي الخطة الرادعة تاعتك والثلاثين اتفائية طالما أنه محورها قوات فرنسية واسلحه فرنسيه واتفاقيات فرنسيه. حقيقه في مشكله. ان دوله عظمى مثل امريكا فقدت القدره على تحقيق انجاز. شو صارت تعمل؟ صارت تحكي كلام يحتاج الى بضعه ايام حتى يثبت انه كذب. فهي تربح هذه الايام لتطلق كلاما جديدا يحتاج الى بضعه ايام ليثبت انه كذب. فتطلق كلاما جديدا هيك صار الوضع بلينكين لا يقيس كلامه بقياس الصلاحية الواقعية لتحقق الكلام وثباته وتحوله لوقائع لا هو يقيس كلامه بمدى الوقت الذي يحتاجه المستمعون حتى يكتشفوا أنه أكاذيب وبعيد عن الواقع وهو بلا شك يعلم أنه يكذب على كل حال يكفي أن يكون صانع الدبلوماسية كذابا حتى نعرف اسباب الفشل في السياسات الامريكيه وحتى نتحقق من حجم العجز والفشل والضعف الذي يصيب سياسات الاداره وقدراتها على التدخل، المشكله تصبح اكبر عندما يصدق صاحب الكذبه كذبته من كثره ترداده لها. نذهب الى التعليق السياسي، العنوان: لم يعد غيظكم مهمًا، المهم أن النص قد سقط. حال الغضب والغيظ التي يعبر عنها خصوم المقاومة في الداخل، كانت تهمنا في الحقيقة بصفتها تعبيراً عن منطق ونص سياسي لشريك أو لطرف يفترض أنه شريك في الوطن. وبالتالي كانت توحي على الأقل في الظاهر بصدق أصحابها عندما يقولون أنهم لا يضمنون شرًا ولا ضغينة للمقاومة. وانهم يقدرون عاليا تضحياتها هي حكي السنيوره وهذا حكي 14 اذار هيك كان انه نحن والله ما عندنا شيء ونحن منقدر وهي المقاومه حررت بس يا جماعه بدكم تعترفوا معنا بانه لبنان يرتبط عضويا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بمحيط عربي هالمحيط تقود دول الخليج وكانوا يحكوا ما يخلوا ما يبقوا على دول الخليج بس يا عمي هالدول هذه مصدر رزق مئات الاف اللبنانيين وهذه شو لا سلع وخدمات ينتجها لبنان والقطيعه الخليجيه مع لبنان مؤلمه ومؤذيه وقاسيه و و و وسببها المقاومه والموقف من المقاومه والخصومه مع المقاومه فلذلك نحن مضطرين أن نقول للمقاومه ما بصير هيك بدنا موقف عربي ايجابي من لبنان واذا للحصول على هالموقف مطلوب هالمقاومه تضبضب خلي تتضبط هيك كانوا يحكوا هلا من يومين إجا امين عام الجامعه العربيه حسام زكي حكي كلام قال أنه نحن بإجماع عربي قررنا إلغاء القرار اللي اتخذ بعام 2016 واللي بموجبه صرنا نوصف حزب الله بالبيانات تبع الجامعة العربية بأنه تنظيم إرهابي وعلى أساسها قطعنا الاتصال بحزب الله طيب قبل منائش التوضيح اللي صدر عن حسام زكي بدي أقول مثل ما هني علقوا دغري فرحانين على التعليق وعلى التوضيح أنه حسنا تراجعت الجامعة العربية قبل ما ناقش أنه هو لم يتراجع طيب أنتوا ليش بتكون تقولوا حسنا تراجعت ما أنتوا مفروض عم بتقولوا أنه نحن عنا شيء ضد المقاومة ونحن منقدر هالمقاومة بس نحن كان كل قصتنا هي الموقف العربي كان لازم ترحبوا بموقف حسام زكي وتقولوا عظيم هذا الموقف وما تتراجعوا يعني يعني اذا تراجع تقولوا ما بصير تتراجع يعني ما فيكم تورطونا بخصومه بسببكم مع حزب الله وانتم يعني غير مدركين لمعنى هذه الخصومه، ساعه بتقولوا بطلنا ساعه بتقولوا رجعنا. لا كلهم طلعوا يزقفوا وهو هلا عن جد تراجع هو شو قال بالتوضيح؟ هو قال لقد فهم خطا كلامنا ونحن لا زالت لدينا ماخذ ومواقف من الكثير من عناصر أداء حزب الله لكن ذهبنا لنجلس معه ونتحاور حول هذه القضايا يعني هو شو عم بيقول عم بيقول أنه التصنيف كإرهاب هذا اللي كان العائق أمام الحوار أما خلافات مين قال لك حزب الله بيقبل تقول أنا مش مختلف معه كجامعة عربية جامعة عربية موقفة مخزي من غزة بده يكون موقفها مطابق لحزب الله ما في خلافات اكيد في خلافات وبس تقعد مع حزب الله بده يقول لك حزب الله يعيب الشوم على الموقف العربي فانت بدك تعرض اعتراضات لا هو بده يعرض اعتراضات لكن السؤال للسيد حسام زكي هل انه في تصريحه تراجع عن الغاء تصنيف حزب الله ارهابيا وعن مبدا العوده للحوار مع حزب الله بدلا من القطيعه لا ما تراجع عنه هو أوضح بأنه يا جماعة نحن إذا رجعنا نتحاور مع حزب الله وشلنا التصنيف الإرهابي من الطريق لنسهل الحوار فنحن لا نزال عندنا خلافات نحنوية أي أهلا وسهلا أنتم عملوا مثله لحسام زكي لا تقولوا عن حزب الله إرهاب وروحوا تحاوروا معه طيب هؤلاء أنفسهم قالوا في الماضي أنهم لا يوافقون على انفتاح الدولة اللبنانية على الدولة السورية لمناقشة ملف حساس كملف النزوح السوري للبنان الى لبنان او ملف استراتيجي مثل ملف النفط على الحدود الشماليه يعني ثروات النفط والغاز وترسيم الحدود الاقتصاديه او حتى موضوع ترسيم الحدود يعني شو كانت حجتهم؟ انه ما فينا ما بنقدر يا اخي ما بنقدر ما الموقف العربي في بدا العرب مقاطعين سوريا العرب شالوها من يعني من مقعدها بالجامعه عظيم كنا نسكت لما العرب رجعوا المقعد لسوريا ورجعوا سفاراتهم على سوريا ودعوا الرئيس السوري صاروا مرتين لحضور القمة وزراء وزير الخارجية صار شي عشر مرات حاضر اجتماعات مجلس وزراء خارجية عرب وهكذا 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 لك قوموا روحوا احكوا مع سوريا بيبلعوا لساناتهم طيب ماذا نستنتج من كل هذا نستنتج أن هؤلاء لا يحملون لسوريا وللمقاومة أسبابا منطقية للخلاف هؤلاء عداؤهم ناتج عن الحقد الحقد عندهم أعلى مرتبة من الحق من المنطق لذلك لا جدوى من نقاشهم بتضيع وقتك أنت إذا بتناقشهم لهذا السبب لازم تشمت فيهم بس تقول خي أنه العرب رجعوا على سوريا وأنتوا أكلتوا هوا خي أنه العرب فكوا القطيعة مع حزب الله وأنتوا أكلتوا هوا وتقول لهم مبروك الهوا كمان رح تاكلوا منه بعد زياده لانه في ضوء الانتخابات الفرنسيه ما بهمنا عنصريه اليمين هذا شيء بخص فرنسا كيف بتدير بلادها بهمنا انه هذا اليمين اعلنت زعيمته مرارا انها اذا وصلت الى الرئاسه فهي سوف تزور سوريا وتلتقي الرئيس بشار الاسد وانها تعتبر بان مشكله النزوح السوري نحو اوروبا لا تحل بإبقائهم في لبنان وتحميله ثمن هذا النزوع. مش هذا لازم تزأفولوا هذا قضية لبنانية. وأنها تؤمن بأن عودة هؤلاء إلى بلدهم يتم بالتفاهم مع دولتهم ومساعدتها على النهوض والإعمار ومواجهة مشاكل الناجمة عن الحرب. وأن مواجهة خطر تهديد الإرهاب لأوروبا يبدأ من تعزيز الدولة السورية التي تقاتل